بسم الله الرحمن الرحيم. بكده نكون عملنا الويلدمنت بتاع الأرجل بتاعت الترابيزة. الطريقة السابقة الطريقة نفس الشغل اللي عملناه قبل كده، اللي هو البليت، طبعا بليت عادية خالص مستطيل، عملنا شيت ميتال، بعدين عملنا شامفر للأرقام بالطريقة دي. بعد كده عملنا الجنب بتاع المخزن بتاع الفحم من فوق بالمقاسات اللي العميل اداها لنا. وبليتة التانية اللي هي قافل عليها بالمقاسات برضو اللي معانا. بعد كده بنجمع الشغل بتاعنا بالتراضي. طبعا شغل الاسمبلي اخدناه قبل كده، وجمعنا الاربع ارقام اللي فوق مع بعض، وعملنا فتحات تهوية وسلوتات من اعلى عشان الوظيفة بتاعت الشبك تحط عليه الأكل بعد كده. وتقدر تعمل تضيف لمستك أو تضيف أفكارك على هذا التصميم الأساسي، ويبقى فيه تصميم مميز خاص بيك أنت حسب الوظيفة اللي تقدر تأديها بأقل تكلفة مع الشكل الجمالي. وبعد ما بتخلص الشغل كله تقدر تحدد من ايفاليوت زي ما قلنا قبل كده ماس بروبرتيز، تقدر تحدد الوزن الاجمالي بتاع الشغل اللي انت عملته، هتلاقيه 21 كيلو تقريبا، 21 كيلو. لو رجعنا على الماتيريال بتاعت كل بند نبص عليها، اول شيء الويلدمنت، كليك يمين نشوف الماتيريال، نخليه بلين كربون سيل، والبليتة اللي هي الافقية ديت نشوف الماتيريال نخليها بلين كربون سيل، و البليتة اللي هي سايد بليت برضه نخليها بلين كاربون ستيل، والبوتوم بليت هي متحددة باللون الأزرق برضه نفس الشيء. بعد كده نعمل ريبيلد أو كنترول بي، بعدين نشوف تاني ماس بروبرتيز بنلاقيها أصبحت 35 كيلو، وإن كان في بعض البنود ما حددناش الماتيريال بتاعتها، فلما حددناها كلها انضافت بقت 35 كيلو. وهقول للعميل الشغل دوت وزنه 35 كيلو. طيب بعد كده العميل باخد جزء جزء زي ما تعرفنا في الفيديو السابق، وأقول له اوبن بارت، بعدين اقول له فايل، سيف از، واغير الامتداد بتاع الملف بخليه دي اكس اف، اقول له سيف، بتظهر لي القائمة ديت، قول شيت ميتال او لا شيت ميتال. يظهر بهذا الشكل، اقول له سيف، وبكده العميل يقدر ياخد الملف دوت ويقدر يقطعه على ماكينة السي ان سي. وباخد ملف ملف في التصميم بتاعي وسيبه بالدي اكس اف،
وأبعته للعميل. نفس الشيء البليت ديت الاوبن او الفايل سيف از وبسيب صيغة الدي اكس اف او شيت ميتال او سيف كده. انا سيفت ملف الاب. طبعا البرنامج سهل، اتمنى اكون استفدت من الكورس، ان شاء الله يكون بداية لفتح افاق جديدة ان شاء الله في مجال الشغل والعمل والعمل الحر بإذن الله. كل التوفيق وكل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.